أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 6 which is entitled Follow the Triangle. الدرس بتاعنا النهاردة يعتبر استكمالا لesson 5. هناخد بعض المعلومات الجديدة عن التريانجل اللي هتفيدنا كتير في حل الايه في حل المسائل. Okay. Let's start our lesson with this shape. اللسون ده لو هديله عنوان انا هديله عنوان if you have to you will get to. عشان نشرح الدرس ده تعال نبص مع بعضينا على الرسمه دي كويس. الرسمه دي عباره عن ايه؟ الرسمه دي عباره عن تراينجل اي بي سي. التراينجل ده هتلاقي عندك فيه 4 جيفنز، اربع معلومات. ايه الاربع معلومات اللي انا كاتبهم لك في التراينجل ده؟ عندك الاي از ا ميد بوينت اوف اي بي، الاي دي نقطه في النص. D is another midpoint of AC وD كذلك في المنتصف. الـ E والD الاثنين في الميدل. ادي كده معلومتين. عندك ايه تاني؟ عندي الـ ED parallel BC، دي المعلومة التالتة. المعلومة الرابعة عندي ان الـ ED equal half BC. اوكي؟ طيب دول اربع معلومات. في المسائل وانت بتحل لو لقيت اتنين موجودين في الترينجل ده معناه ان الاثنين التانيين ممكن اقول ان هم اوريدي موجودين. يعني هنقول سينس مثلا، سينس ان الاي از ا ميد بوينت اوف الاي بي والدي از ا ميد بوينت اوف الاي سي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي دي بارلل للبي سي والاي دي ايكوال هاف البي سي. طيب لو جالك تراينجل زي ده كده وشال لك العلامات بتاعت الايكواليتي دي، اوكي، ومديك ان الاي دي بارلل للبي سي ومديك ان الاي دي ايكوال هاف البي سي، يعني مديك معلومتين، اوكي، ثم انت قايل ايه؟ هتقول سنس ان ده بارلل ده وده ايكوال هاف ده، زين الاي از ا ميد بوينت اند الدي از ا ميد بوينت. يبقى انت مطالب تعرف ايه هم الفور انفورميشن اللي موجودين في الايه في التراينجل ده. لازم تعرفهم ايه هم الاربع معلومات اللي عندك. التراينجل ده بالشكل ده في اربع معلومات. E is a midpoint, D is a midpoint, ED parallel للبي سي، والبي سي بنقول عليه دايما البيز او الثيرد سايد، وال ED equal half الايه البي سي. ما تتلخبطش، ركز، الدرس ده عباره عن الاربع معلومات دول، فهمتهم احفظهم علشان لما هتلاقي اتنين خلاص اتجاهلت المساله. انت كل هدفك في الدرس ده ايه؟ امسك الترينجل دور لي على اتنين من دول. يعني الترينجل اللي هتشوفه اي مسألة، شوف اي مسألة على الليسون ده هات لي معلومتين هتقول والله زين الاتنين التانيين موجودين. وهو هتلي اصلا بيسألك يوم ما بيطلب منك اي حاجة بيطلب الحاجات اللي هي ايه اللي هتبقى مش موجودة، فهتلاقي المسألة بتتحل معاك بسهولة جدا. اوكي، يبقى شرح الدرس ده، الدرس انا بختصر الشرح كله في الرسمة دي وفي العنوان ده if you have to you will get the other a the other two. طيب في مجموعه ستيتمنت كده ممكن تجي لك في الكومبليت بتقول الاتي: الري درون فروم ذا ميد بوينت اوف ا سايد اوف ا تريانجل بارلل تو ذا اذر سايد او بنسميه البيز او البيز بايسكتس الثيرد سايد. هتلاقي في الستيتمنت دي معلومتين وبناء عليها بيديديوس معلومه ثالثه. يقول لك الري درون فروم ذا ميد بوينت اوف ا سايد، اللي هو ده، ادي الري اهو مرسوم من الميد بوينت بتاع سايد، يبقى اداك معلومه. ايه اول معلومه؟ الميد بوينت. طب ماله؟ بارلل تو انذر سايد، اداك معلومه كمان، يبقى اداك معلومتين. سو وي كان ديديوس ذات ذيس ري ويل بايسكت ذا ثيرد سايد. وكذلك المفروض ان هو ايكوال ايه هاف، بس هيقولها لك في جمله ثانيه. يبقى هتلاقي دايما الجمل اللي موجوده يديك معلومتين وبناء عليهم يقول لك ان في واحده ثالثه موجوده. هنا the length of the line segment joining the two mid points of two sides of a triangle is equal to the half of the length of the third side. هنا بيقول لك ايه؟ length of a line segment joining the mid points. يبقى هو كده اداك معلومتين. يبقى انا عندي هنا عندي لاين، اللاين ده ماله؟ هو اداك في كلمه mid points دي، هو بيقول لك ان الاي mid point والدي mid point، اداك معلومتين. ماله بقى اللينث بتاع اللاين سيجمنت ده؟ ده بي ايكوال هاف الايه؟ الثيرد ايه؟ الثيرد سايد، او ممكن نقول هاف البيز. طيب في حاجه ثانيه، ان اللاين سيجمنت جويننج الميد بوينت دي ماله بردك؟ بارلل تو ذا ثيرد سايد. يبقى ذا لاين سيجمنت جويننج ذا تو ميد بوينتس اوف تو سايدز ان ا تريانجل
ماله is parallel to third and equal half الايه half البيس. ممكن ندمجهم هما الاثنين في ايه في جمله واحده. طيب كده يعتبر احنا شرحنا ليسون 6 قد ايه هو سهل في شرحه. لو حفظت المعلومات دي في دماغك وحفظت الشكل ده في دماغك وحفظت التايتل if you have to you will get to كده يبقى انت الليسون ده هيبقى بالنسبه لك سهل جدا. وتعالوا مع بعضين نخش نشوف مجموعه examples وبعد كده نحل ايه مجموعه problems. Example 1 بيقول لي in the opposite figure ال A B C D is a parallelogram. ال A B C D parallelogram ومديني H which belongs to A D وبيقول لي ان ال A D equal D H. Proof that H C equal C O يعني C midpoint and ال A B equal B O. طيب لما تيجي تبص انت ايه علاقة المنظر ده بالرسم بتاعنا؟ العلاقة اللي انت شايفها قدامك ان D is a midpoint. وطالما D midpoint اوعى تتخيل ان السايد AH هو البيز لان D midpoint. يبقى اكيد دي جاية من midpoint زيها. اوكي اللي هي الحتة دي ال HC equal CO يعني اكني بثبت ان دي ايه midpoint. طيب يبقى انت الهدف بتاعك تثبت ان C midpoint. طب عشان اثبت ان C midpoint انا محتاج في الترينجل AHO. محتاج معلومتين عشان اقدر اقول ان C midpoint. في منهم معلومه ان الدي ميد بوينت. ناقص لك حاجه، ناقص لك يا اما تثبت لي ان الدي سي بارل للاي بي يا اما تثبت لي ان الدي سي هاف الاي بي وتاخد واحده منهم وتبني عليها استنتاجاتك ان السي ميد بوينت. هو مديك معلومه في الاول ان الاي بي سي دي باريلوجرام، يبقى معنى كده ان الاي بي بارل للدي سي. يبقى انا هستفيد من الباراليزم بتاع باريلوجرام ان انا احقق كونديشن من الفور كونديشنز اللي عندي. طيب نبدا البروف بتاعنا ازاي. since a b c d is a parallelogram ده معناه then a b parallel d c. اوكي يبقى انا كده وفرت كونديشن من الفور كونديشنز اللي انا عايزهم عشان ابني عليهم شغلي في ليسون 6. طيب بعد كده نحدد الترينجل بتاعنا ان ترينجل اي اتش او. ماله لازم اكتب حاجتين. هنقول سينس الدي از ا ميد بوينت of AH. دي اول معلومة. تاني معلومة and ال AB parallel ال CD. تمام كده انا جاهز بقول ان then C is a midpoint of HO. ده معناه ان يبقى then ان HC equal كام equal C O. طيب بعد كده هو عايز يقول لي AB equal BO. AB equal BO يعني دي ميد بوينت. عايز تثبت دي. طب انت ثبتت ان دي ميد بوينت. او خد بالك عشان تثبت ان هو ميد بوينت اوعى تتخيل ان يكون ده بيز. يبقى لازم تتوقع ان اللي قدامه هيكون ميد بوينت. يبقى الترينجل بتاعي هيكون ده وده البيز اللي هو هيكون بارلل ده. طب انا عندي ABCD parallelogram ده بارلل ده والسي بي برضو بارلل مين؟ اي دي. يبقى انا عندي هقول هنا ممكن نقول برضو و ان السي بي بارلل الاي دي. طيب يبقى تعال نتكلم بقى في ترانجل اي اتش او. نفس الترانجل ان اي اتش او. ماله ده؟ الترينجل ده عندي السي ميد بوينت. يبقى السي از ا ميد بوينت اوف اتش او. ايه تاني؟ عندي السي بي البي سي بارلل الاي دي. تمام ادي واحده وادي الثانيه. اقدر اقول يبقى زين ال B is midpoint يعني ال A B equal B O.
AO يعني ال AB equal ال BO وده الريكوارد العادي. طيب هنشوف example 2. في الاوبوزيت فيجر الاكس ميد بوينت اهي والزد ميد بوينت ومديني ده بالريل ده. تعال بص هنا كده انت عندك تو تريانجلز، عندك اي بي سي وعندي اي سي دي. مين التريانجل اللي فيه تو انفورميشنز؟ التريانجل ده انت لو شفته تلاقي ادي معلومه اهي ان الاكس ميد بوينت وعندي معلومه البارلل، يبقى انا ممكن اطبق ليسون 6، ممكن اطبق الفور انفورميشن اللي انا عارفهم، ممكن اديديوس انذر تو انفورميشن فين في التريانجل ده. التريانجل ده جاهز ان انا اقول ان الواي ميد بوينت وان دي هاف اي دي. طب لو جيت اشتغل على الترانجل التاني اي سي دي، الترانجل ده ماله؟ الترانجل ده فيه جاست وان انفورميشن، مش قايل لك ان ده بارال ده، مش قايل لك ان دي ميد بوينت، مش قايل لك ان ده هاف ده، جاست وان انفورميشن. يبقى بدايه شغلي في المساله ما اقدرش اشتغل في الترانجل ده. اشتغل في الترانجل ده ليه؟ عشان ده اللي جاهز، ده اللي فيه عندي تو انفورميشن اللي حبني عليهم استنتاجاتي وحديديوس الانذر ايه تو انفورميشن. هو هنا بيقول لي بروف ان الواي زد بارلل ايه الاي دي. طيب تعال نشتغل في التراينجل ده، في التراينجل اي بي سي ماله؟ هتكتب لي معلومتين، هكتب هنا معلومه وهنا معلومه. هنقول سينس ان اكس از ا ميد بوينت اوف الاي بي، ادي كده اول معلومه. ايه تاني؟ ان الاكس واي بارلل مين؟ بي سي. اوكي، طالما جبت المعلومتين دول اقدر استنتج حاجتين اضافيين ممكن اضيفهم للمساله، اللي هم ايه؟ ممكن اضيف ان الواي ميد بوينت واضيف ان الاكس واي هاف السي بي. حته الهاف السي بي والبروبرتي بتاعت ان الاكس واي هاف السي بي بستفيد بيها بالمسائل اللي بنتكلم فيها على البارامتر، او يقول لك مثلا فايند اللينس اوف ايه اوف كذا، فدي مش هتلاقيها انت الا في المسائل دي. يبقى هنا انا هستنتج ان الواي ميد بوينت، يبقى زين الواي از ا ميد بوينت اوف اي سي. يبقى انا قدرت اضيف معلومه زياده في البروبلم عندي. بعد كده اقدر اتنقل للتراينجل الثاني. ليه؟ باصبح في معلومه اهي وعندي معلومه جبتها من الاستنتاج بتاع الاولاني. يبقى ان في التراينجل اي سي دي اذكر المعلومتين اللي عندي اللي هم مين؟ الزد ميد بوينت والواي ميد بوينت. هنقول ان سينس الزد از ا ميد بوينت اوف سي دي and الواي از ا ميد بوينت اوف اي سي، يبقى على طول زين الواي زد بارلل مين؟ اي دي. يبقى على طول ده بارلل ده وده هيكوال هاف ده، ودي مش هنذكرها الا في المسائل اللي بنحتاج فيها ايه؟ بنحتاج فيها لينسز. اكزامبل 3 بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر ABC is a triangle in which X, Y, Z are a midpoints بتاعت السايز بتاعت الترينجل ده، ومديني السايد لينسز اللي انت شايفها على الايه؟ على الرسمه دي. المطلوب هنا بيقول لي find the parameter of ABC، عايز البارامتر ABC، انا عايز اللينسز بتاعت الاوتر سايدز ديت. عشان نجيب اللينسز بتاعت الاوتر سايد ديت هنستعمل البروبرتي اللي هي بتقول ان اللاين سيجمنت جوينينج تو ميد بوينتس ان تريانجل ايكوال هاف الاي الثيرد سايد. يعني انت حاجه زي كده مثلا انت عندك الزد اكس ايكوال 6 سنتيمتر، يبقى اكيد السي بي هيكوال كام؟ هيكوال توايس ال 6، وكذلك ده هيبقى توايس ده وده توايس ده. تعال نشوف هنكتبها ازاي. هنقول ان في التريانجل اي بي سي سينس اكس از a midpoint of AB and Z is a midpoint of AC. ده معناه على طول ان ZX equal half LCB which means that LCB
equal twice ZX اللي حت equal 2 times 6 which is كام؟ which is 12 سنتيمتر. اوكي؟ يبقى انا جبت الـ A الـ CB. كذلك هجيب الـ AB وكذلك هجيب الـ AC. نكتبها ازاي؟ هنقول since هنشتغل بقى على ايه؟ align segment دي XY. ان الـ X is a midpoint of AB and y is a midpoint of CB هيبقى then xy equal half AC which means that AC equal twice the xy يعني AC هت equal معانا 2 times 3 which is a 6 سنتيمتر. طيب تالت واحدة عندي هشتغل على ال A هشتغل على ال ZY. يبقى هنقول since Z is a midpoint of AC and ال Y is a midpoint of CB يبقى زين ZY equal half AB which means that AB equal twice ZY اللي هت equal 2 times 5 which is 10 A سنتيمتر. يبقى اخر حاجة البريمتر بتاعي اقعد الـ A 3 values دول يبقى زين the perimeter of triangle ABC هيكوال معايا ال 12 بلس ال 6 بلس ال 10 which is 28 سنتيمتر. طيب المسألة اللي بعديها بيقول لي in the opposite figure ABCD is a parallelogram in which مديني ال M دي ال point بتاعت ال intersection بتاعت ال diagonals وال E midpoint وال F midpoint عايز ال A prove that ال figure EBFM ده parallelogram. كنا قلنا قبل كده في الليسون بتاع البريوجرام ان انا عشان ابروف ان الشكل بريوجرام كنت هشتغل على حاجتين، يا اما هبروف ان each two opposite sides are parallel يا اما هاخد two sides واقول ان هما parallel and equal at the same time. طيب يبقى انا الشكل بتاعي E B F M انا عايز اثبت ان ده بريوجرام. هنستعمل البروبرتيز الجديده اللي احنا خدناها في الليسون ده. طالما انت شايف كده في ميد بوينتس كده يبقى انت في الليسون ده. يبقى في التراينجل اي بي سي الاي دي ميد بوينت اوكي، وخد بالك الام دي ميد بوينت. ليه؟ لان انت عندك من الكاركترستكس بتاعت الدياجونالز ان الدياجونالز بتاعت البريوجرام بايسكس اتش اذر، يبقى معنى كده ان الام دي برضك ايه ميد بوينت. يبقى انا عندي دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى ده بارلل لمين؟ بارلل لده. هو بيكوال هاف ده، لما هو بيكوال هاف ده يبقى بيكوال ايه؟ ده. يبقى ده بارلل ده وفي نفس الوقت ده ايكوال ده، يبقى ده الشكل ده ايه؟ باريوجرام. يبقى نشتغل المساله دي ازاي؟ في الاول ابروف ان الام دي ميد بوينت، يبقى سينس الاي بي سي دي از ا باريوجرام اند الاي سي انترسكتد مع البي دي في الام، يبقى زين ام is a midpoint of ال AC. طيب يبتدي بقى نشتغل على الترينجل بتاعنا بعد ما انا ثبتت ان ال AM equal MC. يبقى نحدد الترينجل ان الترينجل ABC since ال M is a midpoint of ال AC and ال E is a midpoint of ال AB اهو. يبقى انا كده جبت حاجتين. طالما جبت حاجتين يبقى انا من حقي خلاص اديديوس اللي انا عايزه، اديديوس الاثنين الباقيين ان ال ME بارل لل CB وال ME equal half ال A half ال CB. يبقى then ME
هتبقى عباره لل سي بي اند الام اي ايكوال هاف الاي السي بي. طيب سينس ان اف بي ايكوال السي اف ده معناه ان الاف بي ايكوال هاف الاي السي بي، يبقى ممكن اقول يبقى زين الام اي ايكوال الاف بي. يبقى سينس ان الام اي ايكوال الاف بي اند الام اي بارلل الاف بي، يبقى زين الاي بي اف ام از ابريوجرام. وده الريكوايرد بتاعي. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 6 ونشوف بعض البروبلمز المهمه اللي فيه. اكسرسايز 1 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. ذا راي درون فروم ذا ميد بوينت اوف ا سايد اوف ا تراينجل بارلل تو انذر سايد. بيعمل ايه؟ بيبايسكت الثيرد سايد. طيب نمبر 2، اللاين سيجمنت جوينينج الميد بوينتس اوف تو سايدز اوف ا تراينجل از وات الثيرد سايد از بارلل تو. انت لو عارف الاربع حاجات هتلاقي نفسك بتختار بسهوله جدا الايه الحاجات اللي في الكومبليت دي. نمبر 3، ذا لينث اوف ذا لاين سيجمنت جوينينج ذا ميد بوينتس اوف تو سايدز اوف ا تراينجل ايكوالز وات ايكوالز هاف ذا ثيرد سايد. اوكي طيب بروبلم 4، ان ذا اوبوزيت فيجر الشكل اللي قدامك ده، بص بعينك كده قبل ما نشوف هو كاتب ايه. عندك الدي ميد بوينت وده ايه بارلل، ده معناه ايه؟ يبقى الاي ميد بوينت وده نص ايه نص ده. الدي عندك ميد بوينت اوف الاي بي اند الدي اي بارلل اي بي سي، مديك ادي كونديشن وادي الثاني. يبقى انا اقدر ايه اشتغل وايه واستنتج الايه المعلومتين التانيين. زين نقط از ذا ميد بوينت اوف نقط، يبقى زين اي is the midpoint of AC. طيب في الاوبوزيت فيجر ده مديك معلومتين اهو، يبقى زين A parallel A زين ED parallel CB. طيب بعد كده في الاوبوزيت فيجر ده مديك ده 6 سنتيمتر، يبقى على طول ده اكيد 3. D وال E are midpoints، ال BC 6، يبقى ال DE equal كام؟ يبقى على طول equal كام؟ equal 3. طيب في الاوبزيت فيجر عندك المعلومات عليه، عايز الايه؟ عايز الميجر اي دي اي، اي دي اي. طيب سينس ده ميد بوينت وده ميد بوينت، يبقى دي بارلل ايه لدي، يبقى دي ودي الاثنين زي بعض ليه؟ عشان كورسبوندنج، يبقى دي بردك ايه 90 ديجريز. بروبلم 7، ان ذا اوبزيت فيجر اي بي سي دي از ا باريوجرام. دايما لما تشوف باريوجرام على طول تيجي في دماغك المعلومه بتاعت ان التو دياجونالز بايسكت ايتش اذرز، يعني الاي ام اد الام سي والبي ام اد الايه الام بي، يعني دي كده قد دي كده ودي قد ايه ودي قد دي. طبعا احنا عارفين ان هما الاثنين الدياجونالز مش قد بعضها، يبقى انت واضح ان دي في اللاين سيجمنت دي الام ميد بوينت. تتخيل بقى مين يبقى قدامها؟ اهي الاكس بردك ايه، يبقى دي تتوقع ان دي هتكون ميد بوينت، بس هتيجي ازاي؟ طب هل انا في الترينجل ده عندي كام كونديشن؟ ادي كونديشن ان دي ميد بوينت ودي ماشيه بارلل دي، يبقى لازم يبقى دي هتبقى ميد بوينت هنا وده نص ايه نص ده. بروف ذات الاكس از ذا ميد بوينت اوف اي دي. وبعد كده عايز اللينس بتاع السي دي. طيب هنقول سينس ان ال A B C D is a parallelogram، يبقى then ال M is a midpoint of ال A C and ال B D، يبقى ال M midpoint هنا وهنا. طيب نحدد ان تراينجل الترينجل اي بي دي، ان تراينجل
A B D. ماله الترينجل ده؟ هنقول التو كونديشنز اللي عندي اللي هما هيبقى سينس الام از ميد بوينت of mean of BD ايه تاني and ال MX parallel ال AB. ده معناه نقول يبقى زن على طول زن ال X is a midpoint of AD وايه كمان and then ال AB equal twice MX اللي هو هيequal معايا 10 سنتيمتر. وسنس ان ال ABCD W جرام يبقى ال CD هيequal AB هاي ايكوال 10 سنتيمتر. وده طبعا ده اللي كان مطلوب معانا فوق. طيب نيجي بروبلم 17. في الاوبزيت فيجر مديني ال A D برق ال B C ومديني A D هاف ال B C اوكي ومديني ال H ميد بوينت ومديني ال O ميد بوينت. بروف ذات A H O D A H O D اللي هي دي مالها الحتة دي؟ بيقول لي بروف ان هي باريوجرام. عشان اثبت ان دي باريوجرام هشتغل يا اما على الفور سايدز واقول كل اتنين منهم بارلل يا اما هشتغل على تو سايدز بس واقول ان هما ايه بارلل اند ايكوال. طيب لو انا عندي الترينجل ده كده الترينجل ده انا عندي هنا دي جاهزة ودي جاهزة يبقى ممكن اقول ان ده بارلل مين؟ بارلل ده. يبقى ده بارلل ده وده بارلل ده يبقى الاثنين دول ايه؟ بارلل مع بعض. يبقى انا اثبتت دي. ايه كمان؟ وهيكوال نص الايه؟ البي سي. طب هو بيقول لي اصلا ان الاي دي ده نص الايه؟ البي سي. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي دي ايكوال الاو اتش. يبقى سنس ان السايد ده والسايد ده الاثنين بارلل وايكوال يبقى الشكل ايه؟ باريوجرام. طيب نبدا مع بعضينا نحدد الترينجل. ان في الترينجل عندك اللي هو دي بي سي ماله سينس الاو از ا ميد بوينت اوف سي دي اند الاتش از ا ميد بوينت اوف BD. يبقى زين على طول استنتج ان ال OH parallel ال CB and ال OH equal half ال A ال CB. طيب يبقى ال OH parallel CB دي اول معلومة عندي وسنس ان ال AD equal half ال CB لو هنقول دي 1 ودي 2 يبقى from 1 and 2 ال OH هي equal ال AD. وانا عندي ال AD parallel BC وسنس ان ال AD parallel ال BC and انا مطلع بقى ان ال OH parallel ال BC يبقى ده معناه زين ال OH parallel ال AD. يبقى انا عندي ال OH برقل ال AD وال OH equal AD يبقى الشكل AHOD باريوجرام. يبقى sense ان ال OH equal ال AD and ال OH برقل ال AD يبقى زين الشكل اللي هو ال AHOD is a باريوجرام. Problem 19 في الاوبزيت فيجر بيقول لي ABCD ترابيزيوم
ان هويتش الاي دي بدل البي سي. وبيقول لي ان الاي دي ايكوال هاف البي سي برضه. وعندي الاي سي انترسكتد بي دي في البوينت اللي اسمها ام، ومديني الاتش ديت ميد بوينت للبي ام والاو ميد بوينت هنا برضه. بيقول لي بروف ذات الاتش او دي از ا باريوجرام، اللي هو انه اللي هو اي اتش او دي اللي هو ده. اوكي طيب، انت خد بالك انت في عندك معلومه ان الاي دي نص البي سي، دي قريبه كتير المساله اللي فاتت. هشتغل على تو سايدز، التو سايدز دول حسبت ان هما ايكوال وبارلل في نفس الوقت. طيب الترينجل اللي هو ام سي بي هتلاحظ الاتي، هتلاحظ ان الاتش از ا ميد بوينت، للام بي، وهتلاحظ ان الاو از ا ميد بوينت لمين؟ للام سي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاو اتش بارلل السي بي اند الاو اتش ايكوال هاف السي بي. وانت عندك ان الـ AD have الـ CB، و since ان الـ AD have الـ CB يبقى then الـ OH equal الـ AD. يبقى انا هنا اثبت ان الـ OH equal الـ AD. طيب هو بيقول لي ان الـ AD parallel BC، الـ AD parallel BC. طب ما انت برضك ممكن تثبت ان الـ OH في نفس الحتة ديت، ان الـ OH parallel برضك مين؟ الـ CB. يبقى هنا since ان الـ OH parallel الـ CB and اللي هو مدوني بقى الـ AD parallel الـ CB، يبقى زين الـ OH هيبقى parallel الـ A دي. اوكي طيب، يبقى انت عندك دي كده نمبر 1، دي نمبر 2، يبقى from 1 and 2 ال OH equal ال AD وال OH parallel AD، يبقى then ال AHOD parallelogram، يبقى then ال AHOD is parallelogram. نيجي نشوف المسألة اللي بعد كده. Problem 21 in the opposite figure ال ABCD parallelogram، ال ABCD parallelogram، ومديني X midpoint، ومديني ده parallel ده، وبيقول لي ال AY بيكتس ال BC في A في H، اثبت لي ان ال C ديت A midpoint. اللي ظهر قدامك ايه؟ اللي ظهر عندك ان دي قد دي وده parallel، يبقى انا ممكن اشتغل في الترينجل ABH هطلع منه ان الواي ميد بوينت. تعال بص بقى عندك الاي بي اتش برضك، بس بص من ناحيه ان يكون ده بيز ويكون دي ميد بوينت. لما يكون دي ميد بوينت وانا عندي خد بالك ده باريوجرام، يعني السي واي بارلل الاي بي، يبقى انا حققت تو كونديشنز، يبقى السي اي هتبقى ميد بوينت للاي للبي اتش. طيب يعني يبقى هنقول مع بعضينا ان التراينجل اي بي اتش since ان الاكس عندي is a midpoint of ال AB and XY parallel BH، يبقى زين على طول ال Y is a midpoint of AH. اوكي هستغل بقى ده اكنه كونديشن من الكونديشنز اللي هستعملها في الترينجل ABH تاني. and برضو in ترينجل ABH
هستعمل ده كونديشن بقى، يبقى سينس ان الواي از ا ميد بوينت اوف الاي اتش. ايه تاني؟ السي واي بارلل البي الاي بي، ممكن هنا نوضحها ونقول بروبرتي اوف باريوجرام يبقى زين السي از ا ميد بوينت اوف البي اتش. بروبلم 25 بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر اي بي سي دي ترابيزيوم، اي بي سي دي مديني الاي دي زي ما انت شايف بارل اكس اتش بارل السي بي، ومديني ده بارل ده. هو بيقول لي بروف ذات الواي is a midpoint of BC. مين هو الترينجل اللي ابدا بيه هنا؟ الترينجل اللي تبدا بيه اللي انت تلاحظ ان موجود فيه التو كونديشنز اللي انت بتشتغل عليهم. انا عندي ده وده قد بعض، يبقى هنا عندي الاتش ميد بوينت والاي دي بارل الاتش زد، يبقى انا اقدر اشتغل في الترينجل اي بي دي اطلع منه بمعلومه ان الزد ميد بوينت. لما يكون ده الزد ميد بوينت، خد بالك لو هي ميد بوينت اوعى تتخيلها بيز، يعني ما ينفعش يبقى الترينجل ده البيز، لا لو دي ميد بوينت يبقى بص على اللي قدامها يبقى دي ميد بوينت، يبقى هنشتغل على الترينجل ده. الترينجل ده تلاحظ في الاتش ده كده ميد بوينت، وانت عندك ان الاكس اتش بارلل للسي بي يبقى دي ميد بوينت ودي بارلل، يبقى عندك ايه؟ يبقى الاكس ايه؟ ميد بوينت. لما تكون دي ميد بوينت بقى، تخيل بقى ان دي ميد بوينت ودي اللي قدامها يبقى ده بيز، يبقى في الترينجل ده برضو لما يكون ده ميد بوينت وده بارلل ده يبقى الواي ميد بوينت. يبقى انا استعملت السيري بتاعتي هنا 3 تايمز، مره في الترينجل ده ومرتين في الترينجل ايه ده باوضاع مختلفه. هتبقى اعتبرت مره ان ده بيز واعتبرت مره ان ده ايه بيز. تعال نشوف هنكتبها ازاي المساله دي. هنقول ان ترينجل اي بي دي سينس ان الاتش is a midpoint of AB وال AD parallel ZH، يبقى زين على طول الZ is a midpoint of LBD. نيجي بقى ننتقل للترينجل التاني. في الدي بي سي تلاحظ الاتي، تلاحظ الزد ميد بوينت نلاحظ كمان الزد ميد بوينت والاكس اتش بارلل السي بي، اللي هي الاكس زد بارلل سي بي، الاكس زد بارلل السي بي، وممكن نقول كده ده جيفن. يبقى زين الاكس از ا ميد بوينت اوف السي دي. كل كونديشن بطلع بيه بخش بيه في الايه؟ في الحته اللي بعديها. يبقى برضو ان تريانجل دي بي سي سينس ان الاكس از ا ميد بوينت اوف سي دي، ايه كمان؟ والاكس واي بارلل لمين؟ للدي بي. اند الاكس واي بارلل الدي بي يبقى على طول زين الواي از ذا ميد بوينت اوف الاي البي سي. اوكي طيب نيجي نشوف المساله اللي بعديها. بروبلم 32 كونكتنج ويز الجبرا ان ذا اوبزيت فيجر فايند الفاليو اوف اكس اند اي اند واي. تلاحظ طبعا ان الاف ميد بوينت والاي ميد بوينت يعني ديت هاف ديت، وكذلك دي ميد بوينت ودي ميد بوينت يعني ديت هاف ايه ديت. يبقى انا عندي ريليشنز، عندي ريليشن موجوده ما بين اللاين سيجمنت دي والاي سي، يبقى هنا ان
triangle ABC since in E is a midpoint of CB والF is a midpoint of AB يبقى then EF equal half AC يعني AC equal twice EF يبقى then 3x minus 6 equal 2x هده هنا وهده هنا يعني 3x minus 2x equal 6 يبقى أنا عندي x equal كام x equal 6 طيب في نفس الترينجل برضو هنشتغل على الجزئية ان ال E دي هي الميد بوينتس يبقى برضو وسنس ان ال E is a midpoint of CB with D is a midpoint of AC ده معناه يبقى then AD equal half AB أو AB equal twice AD يعني 2x plus 1 equal 2y يعني 2x plus 1 equal كام 2y وانت عندك ال x عندي ب 6 يبقى زين ال 2 times 6 plus 1 equal 2y يعني 12 plus 1 equal 2y يعني 13 equal 2y يعني ال y حت equal 13 divided to 6.5 a centimeter طبعا ال x ب 6 a سنتيمتر وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 6 يا رب تكونوا فهمتوا كويس الليسون سهل مش صعب عندك اربع حاجات اعرفهم هتلاقي الدرس معاك بقى سهل جدا وبالتوفيق ان شاء الله.